قلت هيك صار الاكسيدون. هيدي هي الطريق اللي جميل. بتفصل هون بين طريقين. هيدا هي الاكسيدون اللي صار هون في بهيدا الحي جورج الله يرحمه مع رفيقته. Yes, in this one. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كرة شراب. لا زال خبر وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي يفجع قطعا كبيرة من محبيه وجمهوره ممن تألموا لخبر رحيله، خاصة أن الجميع اصطدم بذلك الخبر الذي جاء بعد إحياء حفلا في الأراضي السورية في حادث سيارة أودى بحياته ومن معه. بدورها نشرت إحدى القنوات التفاصيل الكاملة بحد وصفها للحادث وفقا لمصادرها مؤخرا، مؤكدة أن الفنان جورج الراسي دخل الأراضي اللبنانية فور إنهاء حفلة له في سوريا عند 5 فجرا، وقبل وصوله إلى حاجز الجيش اللبناني عند نقطة المصنع ارتطمت سيارته بفصل أسمنتي تم وضعه لفصل الطريق نحو مسارين، الأول للسيارات والثاني للشاحنات، ولكن وسط انعدام تام للإنارة عليه وغياب أدنى مقاومات السلامة المرورية مما يدل على الإهمال الرسمي المخزي. وقد نقلت جثة الراسي إلى مستشفى تعانير الحكومية بعد وفاته فورا برفقة الشابة زين المرعبي التي كانت معه. من ناحية أخرى، تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات لآخر ظهور للمطرب اللبناني جورج الراسي في الحفلة الذي حياه أمس في سوريا، وذلك قبل ساعات من وفاته، حيث أنه من خلال عودته إلى سوريا أو لبنان بعد انتهاء الحفل وقع الحادث مما أدى إلى وفاته. وظهر جورج الراسي في الفيديوهات متفاعل مع الجمهور الذي كان يصيح بأغاني طوال الحفل. وتوفى صباح اليوم السبت الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام، وقد توجه عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحادث. وتوفت أيضا على الفور الفتاة التي كانت ترافق جورج في مشواره. وكشفت الصور التي تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي أن الحادث ضخم جدا، ويبدو أن جورج كان يقود سيارة قبل أن يفقد السيطرة عليها. تفتكروا هو سبب الحادث الحقيقي؟ اكتبوا لنا في التعليقات. والناس اللي وصلت معنا لنهاية الفيديو ما تنسوش تضغطوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنقدمه أول بأول.